رأيك فيها. عودة مصطفى محمد للزمالك، أنت كان عندك رأي إن مش يعني مصطفى مش هيتألق بالدرجة الكبيرة مع الزمالك زي سموح. مصطفى فتحي يا دكتور. مصطفى فتحي أنا آسف. يا فندم مصطفى فتحي أنا آسف والله. والله أنا آسف يا أستاذ حسن. أنت سهران النهاردة. معلش. بص يعني أتمنى إن مصطفى ينجح مع الزمالك. لكن الزمالك لهم ومصطفى نفسه اتكلم قال كده وقلت لك كده المره اللي فاتت انه يعني احمد سامي قال له انت تنطلق وانت ما تدافعش وانت يعني مازال راي حضرتك سامي لكن في الزمالك اذا كان قدر هيقدر يعمل اللي هو هيطلب منه هينجح طيب اللي هو هيدافع وهيعمل تاكلينج وهيعمل كذا حاجه ننتظر مش هيبقى عنده الحريه اللي كانت عنده في سموحه طيب ناخد اللقطه دي بقى سعد سمير كابتن النادي الاهلي بقى كابتن فريق فيوتشر يؤدي بنفس الاداء مع علي ماهر يتالق نفس التالق المشهد يبقى عامل ازاي كتوقع لا فرق كبير انا اسف يعني فرق كبير من سعد سمير في خط ظهر النادي الاهلي اللي مش بيتعرض لضغوط بشكل مستمر وبين سعد سمير اللي اعتقد انه ممكن يكون هيتعرض لضغوط في فيوتشر بس مع فرقه كويس هي تجربة جديدة يعني تجربة بالنسبة للولد نفسه لا معلش معلش احنا محتاجين نعرف حاجات كتيرة قوي كتير قوي من ضمنها معنى كلمة فرقة كويسة يعني فرقة كويسة دي مش بالصفقات اللي قدامي دي بس تجيب لي 14 لعيب او 10 لعيبة لا عوامل كتير صح اهم عامل القميص الفانيلا دي هو ده سر فانيلة الاهلي والزمالك انت عارف عايز تقول ان مفيش حاجه تواكب الاهلي والزمالك لا بصراحه لا طب احنا هنروح بعيد ليه في 100 سنه حصلت طفرات صح طفرات في معقول يعني انت لو حسبت الدوري مثلا الدوري بس هتلاقي لا بلاش الدوري بقى منطقه القاهره كاس منطقه القاهره وكاس السلطان حسين وكله صح اهلي وزمالك تظل صفقه عبد الله السعيد صفقه القرن لو راحت للزمالك أوكي. تبقى صفقة القرن لو من يعني من سنتين ثلاثة يعني أنا كم دلوقتي؟ صفقة مهمة بس مش صفقة القرن يعني صفقة مهمة عبد الله سعيد لعيب جامد جدا يعني صفقة مهمة بس مش صفقة القرن يعني أنا ما بحبش صفقة القرن تاريخ كل حاجة تاريخ وكل حاجة صفقة قرن وكل حاجة وقرنا لسه في اوله يعني احنا لسه يعتزل صفقه كويسه عبد الله السعيد الزمالك عايزه ليه يعمل دور مين دور ساسي لا في فرق ما بين ساسي وعبد الله السعيد واللي هيجي يعني بس خلي بالك من الكلام هيعمل دور اوباما فرق كبير من عبد الله السعيد وبين اوباما ده دور حاجه واوباما حاجه وساسي كان حاجه تانية فاللي بيقول عبد الله السعيد يجي للزمالك اللي بيفكر في ده هو عايزه عشان يعمل حاجه دور قفشه ممكن يبقى قريب ليه اللي هو بلاي ميكر في الثلث الاخراني فهو هل في الزمالك بيفكروا في كده بس عبد الله سعيد مش هيدافع زي ما قفشه مش بيدافع